بمشاركة وزنة حلت السينما الكوبية بأفلامها في الداخل وبحضور مخرجيها ونجومها كما المنتجين. أمام نجوم الفن السابع من داخل الوطن ومن خارجه إلى جانب عشاق الشاشة الكبيرة، كرم المهرجان في افتتاحه أبرز النجوم القادمة من كوبا التي تحل هذا العام ضيفة شرف على التظاهرة. أنا سعيد جدا بحضور هذا المهرجان، وهي مشاركة مهمة لأننا نقوم بمبادرة جيدة وهي ربط جسور التواصل بين المغرب وكوبا خاصة على المستوى الثقافي. هي لحظات تطوي المسافات البعيدة لتعبر الأطلسي من عمق أمريكا اللاتينية بفنونها وتراثها الغني لتوثق بالصوت والصورة لصفحة جديدة في العلاقات الثقافية بين المغرب وكوبا. دورة تتميز كما قلت بتكريم السينما الكوبية التي تعتبر أحد أهم التجارب السينمائية في أمريكا اللاتينية. شفتوا اليوم حفل الافتتاح كيف كان تجاوب ديال الجمهور وكيف كانت الأجواء اللي كنعتبرها على مستوى السينمائي تاريخية، لأن كتبني واحد صرح جديد على مستوى التعامل أو التعاون السينمائي والثقافي بين كوبا والمغرب. طبعا هذا بعد ما العلاقات الدبلوماسية الناشئة كتعرف الآن تطور ملحوظ. هذا التكريم يأتي في إطار أن المهرجان ينفتح كل سنة على تجربة من تجارب السينما العالمية المتعددة. حفل افتتاح الدورة الثامنة كرم أيضا أسماء مغربية بصمت وأبدعت في مسارها كصاحبة أفضل دور نسائي في أكثر من مهرجان، فاطمة الزهرة بن ناصر، إلى جانب مخرج العديد من الأفلام كمال كمال. وأنا سعيد، يعني أنا كل ما أتي إلى مدينة الدخلة أحس بكثير من السعادة، لأنها مدينة مضيافة، مدينة محبة، مدينة جميلة وأهلها جميلون، وتكريمي في هذه المدينة هو اعتراف بهذه السكينة لمسار السينمائي بما له وما عليه. افتتاح المهرجان عرف عرض الفيلم القصير أبناء الرمال لمخرجه من أبناء الأقاليم الجنوبية غالي غريميش، فيلم يميط به المخرج اللثام عن المعاناة التي تعرض لها الأطفال داخل مخيمات تندوف من تهجير واستغلال، حيث تنتهك طفولتهم في سبيل قضايا سياسية، وهو كذلك دليل آخر على نضج التجربة السينمائية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.